بعد الجهد يهجسوا الحمل نفسك شوية. ليه؟ لأن أنا خلاص أنا ماشي في طريق، عندي هدف أسعد أعضاء الجمعية العمومية بالمنشآت اللي هي الأردن. شفت الناس زمان كانت عاملة إزاي؟ بقى مفخرة يعني، بقول لك عندنا الصيد والجزيرة واليوبلس وكل الأندية. أدي واحد أسعد الجماهير أول حاجة بالإستاد، اتنين بالبطولات. بالك وحتى إحنا خدنا حوالي 5-6 بطولات في الألعاب الجماعية، في اليد والطايرة وحتى السلة، أنت تالت أفريقيا فيها تمام. فأنت بتسعد هنا وبتسعد هنا، أنت بقى بتشتم، أنت بتقل أدبك، أنت بتحرض حد يقل أدبه. في النهاية جماهير الأهلي، جماهير الزمالك، جماهير مصر كلها شايفة مين اللي مركز وربنا موفقه ومين اللي مش مركز وبياناته وبلاغاته. أنا منتخب مصر عندي أهم من الزمالك ومن الأهلي، ده المنتخب. وعلى فكرة يا جماعة ده تاني بقوله، هو أستاذ محمد مصلحي أستاذ فارس عريبي، لأنهم كانوا متبنيين الموضوع معايا، أنا موجودين، كتبنا مذكرة كلنا مضينا عليها كلنا باستثناء السيد وزير الشباب والرياضة في معاد الكابتن محمود الخطيب، كتبنا له الرأي الطبي والفني انه الموسم بتاع الكورونا لو تكمل الدوري بعد 4 أشهر هيحصل انهيار السنه اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها تمام. بعد السيد الوزير موافق محمود الخطيب، معرفش راح اكلم مين، رحت لقيت الوزير بيكلمني، رحت لقيت السيد محمد مسرح موجود. انا بقول لكم بالاسماء استاذ فايز عريبي وكله شاطب على التوقيت تمام. والوزير قلت له خلاص ده من الراي الجماعه وده من الاستاذ محمود الخطيب عايز يمشي كلامه. انا بس انا بقول اهو اول نادي هينضر النادي الاهلي، وقد كان دلوقتي يعني. دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ ان النادي الاهلي الاصابات اللي فيه او في الاسماعيلي او في المصري او في الاتحاد او المحله او او عندنا او في الطلائع بسبب ايه؟ الموسم لحم مع الموسم. انا حتى كنت بتكلم معاهم امبارح قلت له انت عندك ولدين، واد سقط في كل المواد وواد طلع الاول بامتياز. اللي سقط قلت له مش هتسافر اسكندريه السنه دي الصيف. طب الاول امتياز انت مش هتسافر بعاقبك، بتعاقبه ليه؟ بتعاقبنا انا ليه؟ لكن هو في حوار شغال، لكن هو السبب زي ما اقول هو سبب في ايه؟ الولاد ولادنا ولاد وولاد لعيبه كل الفرق دلوقتي بالدغدغه، هو السبب ان هو اللي صمم الدوري يكمل. امتى تطمن على الدوري 6 مشهور ان الدوري خلاص في 100 عقبه؟ يوم 30 تمام. كل الناس بتصدر ان الزمالك حقق الدوري. لا لا مفيش الكلام ده خالص، انت عندك 5 متوشه كل ماتش ب 3 بونت مش كده؟ يعني 18 غير الجون في 5 مباريات بالظبط كده. تصمم ان يوم ماتش بتاع شريه الدخان استنكر شكرا أفكر. انما ولا تطمن ثانيه واحده. ليه؟ لان ده توفيق من عند ربنا. ست المستشار رغم هروب زرزاس سيسيو ورحيل طارق حامد ودلوقتي بن شرقي، ولكن احنا مش حاسين باي يعني غياب في الزمالك ما شاء الله، حتى العناصر الشابه ثابتين نفسهم. توفيق ربنا، توفيق ربنا، توفيق ربنا، الجماهير المحترمة، مدير فني على أعلى مستوى، مشرف على الكورة أمير مرتضى المظلوم اللي مشتموه تمام. وأهم من كل ده الفار، في فار في عدل، في عدل، في 18 عين شايفة، حتى لو مرة عين غمضت بقية مش هتغمض.